للحديث أكثر حول هذا الملف تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيدة صمود سعدات، زوجة الأسير عاصم الكعبي والمعتقل إداريا في داخل السجون. سيدة صمود، أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. يسعد مساك ويسعد مساء جميع المستمعين. يعني بداية، منذ متى تم اعتقال زوجك سيدة صمود، وكم مرة تم تجديد الاعتقال الإداري له؟ في البداية بيوم الأسير الفلسطيني، تحية الحرية العاجلة لكل أسرى وأسيرات الحرية، وطبعا الشفاء كمان للأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة اللي بيعاني حاليا وضع صعب. طبعا عاصم زوجي اعتقل في تاريخ 24/8 سنة 22 السنة الماضية، اعتقل بعد مداهمة الجيش لما نزلنا في رام الله، وتم اقتياده ل سجن عوفر وتحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور امتدت حتى تاريخ 23/2. في 23/2 تم تجديده للمرة الثانية بأمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وحاليا في هاي المدة وحسب التاريخ المتوقع أنه يتم الإفراج عنه في 22/6 في حال لم يعني ما يكون في كمان تجديد لأمر ثالث. طيب سيدة صمود، تجديد الاعتقال الإداري في اللحظة التي تكون فيها أنتم كعائلة تنتظرون الإفراج، يفاجئ الاحتلال ومحاكم الاحتلال تفاجئكم بتجديد الاعتقال الإداري، هذا الأمر كيف يمر على العائلة؟ يعني أكيد بداية أول شيء تم اعتقال عاصم بعد تحرر من اعتقال طويل مدة 18 عام متواصلة، وتم اعتقاله وتحويله للإداري بعد سنة ونص، خلينا نحكي سنة و4 شهور تحديدا من تنفسه للحرية، ولسه كان عاصم في حينها لسه عم بيستعيد علاقاته مع المجتمع ومع الحياة وبتعرف تطورات 18 سنة. فالاعتقال الإداري أجل عاصم، كنت أنا في حينها كمان حامل طفلنا الأول بشهر السادس، وتم اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري. وطبعا صعوبة الوضع كمان كانت أني أنا وضعت مولودنا الأول نادر في شهر 11، كان كمان عاصم معتقل، لا يعني ما تمكن لا من رؤيته لا من ملامسته ولا من وجوده معي في هاي اللحظة اللي هي بتكون يعني لحظة فرح في كل عائلة فلسطينية. أكيد بيكون هي لحظات صعبة. الاعتقال الإداري أنا بعتبره هو سياسة تعذيب نفسي، مش بس للأسير والمعتقل، كمان هو لعائلته، هو بمثل العائلة اللي بتضلها يعني الأسير وعائلته بضلوا الاثنين في محطة انتظار، ما بيكون في تاريخ مؤكد للإفراج، احنا ما بنعد أيام مثلا لأنه رح يطلع بهذا اليوم، احنا نتأمل أنه مثلا ب 22/6 ما يصيرش كمان تجديد، اللي يطلع غاصم يرجع لعائلته ويرجع يعيش مع ابنه اللي هو لحد اللحظة ما تمكن حتى من زيارته. طب إلى أي مدى سيدة صمود تعتقدين بأن هذه السياسة أيضا، يعني كما ذكرنا، هي لا تمس الأسير وحده وإنما تمس أيضا عائلة الأسير، إلى أي مدى يحارب فيها الاحتلال الإسرائيلي أنتم كعائلات أسرى يحاربكم بها؟ وأيضا لو تطلعينا على أوضاع يعني زوجك بعد تجديد الاعتقال الإداري له في داخل السجون. يعني أكيد الأسير المعتقل الإداري سواء زوجي عاصم وغيره من المعتقلين، اليوم الاعتقال الاحتلال بيستخدم هاي السياسة لعقاب أكبر شريحة ممكنة من أفراد الشعب الفلسطيني. إحنا بنحكي عن أعداد مرتفعة من المعتقلين الإداريين، فوق 1000 معتقل إداري اليوم هم داخل سجون الاحتلال. أنت بتحكي عن أكثر من 1000 عائلة بتعيش نفس الأعصاب، بعيش على خيط الأمل بأنه ما يكونش في تجديد لأمر جديد، بيكون على أعصابه، صحيح بيعيش نفس الظروف اللي بيعيشوها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء من سياسات تعسفية، من انتهاكات، من حياة صعبة اليوم حاليا كمان بالوضع الحالي، شو بتعيش السجون مع سياسات عنصرية وسياسات تطهير عرقي، بيعيشوا بنفس المستوى مع الأسرى والأسيرات الآخرين المحكومين خلينا نحكي. ولكن المختلف في الاعتقال الإداري هو هاي المدة اللي الاحتلال ومخابراته كمان، يعني احنا اليوم يعتقلوا المعتقلين الإداريين من دون تهمة، فيش اشي واضح في ملفاتهم القانونية يعتقلوا عليه سوى انه للعقاب وللحرمان، ولانه يعني مش بس الأسير يحرم من وجوده خارج السجن،
ومن الحرية، وبالإضافة كمان عائلته تحرم من وجوده فيها. فهي سياسة عقاب جماعي تستخدم بحق المعتقلين. عاصم يتمتع طبعا، أكيد بتمتع بمعنويات عالية. الاعتقال ما هزه ولا قدر أنه ينال من صموده ولا قدر أنه ينال من عزيمته. بالنهاية هذا احتلال، ومتوقع يعني ممكن متوقع بأي لحظة لأي اعتقال لأي حدا موجود أو حتى ماشي بالشارع مع هاي السياسات أنه يتم اعتقاله. ولكن هي صعوبة الحالة، خلينا نحكي، خاصة أنه بعد اعتقال طويل ووجود ابنه خارج، يعني اللي هو ما شافه ولا لحظة ولا دقيقة ولا قدر يحضنه، هاي شوي بتشكل صعوبة من ناحية نفسية، خلينا نحكي على ما على زوجي عاصم وعلى كل الأسرة الإداريين. نعم بالتأكيد. طب من جانب آخر سيدتي، أنت أيضا ابنة الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والمحكوم بالسجن ل30 عاما، وله صحيح حوالي 17 عاما داخل سجون الاحتلال. الاعتقال والأسر ماذا يسرق منكم أنتم كعائلة أسرة؟ يعني هو إذا نجي نحكي، إحنا كعائلة منعيش كل يوم يوم أسير، يعني فيش عنا يوم أسير محدد، يعني بجوز هذا له ذكرى معينة في تاريخ شعبنا، ولكن إحنا كعائلة منعيش هذا اليوم يوميا. الحرمان الطويل لوالدي الموجودة، صحيح من إحنا وصغار متعودين إنه الوالد يعتقل، متقبلين لأنه هو مناضل كمان من أجل الحرية ومن أجل حرية شعبه، كان متوقع إنه الوالد يكون في سنوات اعتقال نظرا لقناعاته اللي ربانا كمان هو عليها. ولكن هذا الحرمان الطويل، حرمان الوالد من وجود اليوم بالعيلة، ويعد الوالد الآن يعني بعد تحرر الأسير الشوبكي يعد الوالد الأكبر عمرا من ناحية السن، عدم وجوده برا بين أحفاده اللي هو ما استطاعش إنه يشوفهم ولا مرة، هذا حرمان طويل أكيد. يعني إحنا يعني من سنوات طويلة منعيش هذه الأشياء، وهي خلينا نحكي هاي المشاعر، الأمنيات اللي دائما تتجدد إنه يتحرر الوالد بأقرب وقت ويعود بيننا، هاي الأمنية المتجددة نتأمل إنها تتحقق في يوم ما وبالقريب العاجل اللي يقدر يعني كمان يعني زي ما تبقى بالعمر إنه يعيشه بين أحضان عائلته ونعيش الحياة الإنسانية الطبيعية، خلينا نحكي كعائلة فلسطينية أو كعائلة عادية حتى في أي مكان بالعالم. سؤالي أكيد يعني تفضل. نعم سؤالي الأخير لك في يوم الأسير الفلسطيني، أنتم كعائلات أسرى ماذا تطالبون الكل الفلسطيني، وهل ترون بأن الفعاليات التضامنية والإسنادية للأسرى ترتقي لمستوى تضحياتهم؟ يعني للأسف لا، واليوم كان أكبر دليل في فعالية يوم الأسير، كان عدد قليل متواجد من الأهالي، كان عدد قليل متواجد من المجتمعات، من المجتمع المؤسسات والهيئات باعتقادي الكل الفلسطيني اليوم المسؤول وغير المسؤول مطالب باعتماد استراتيجية جديدة. أولا يعني مطالب أهالي الأسرة هي مطلب الحرية، هذا المطلب الأساسي، ولكن على الأقل على الأقل يكون في هناك مسؤولية عالية تجاه قضايا الأسرة، قضايا الأسرة المرضى، قضايا الأسرة اللي في العزل، قضايا الأسيرات وبشو بواجهه داخل السجن. أهالي الأسرة مطلبهم إنه يكون في شعور يعني بالتحرك الفعلي والجاد والمؤثر. يعني أكيد بنعمل فعاليات، أكيد بيكون في فعاليات هون فعاليات هون، ولكن هاي الفعاليات صدقا يعني أنا كثرت بشوفها لا ترتقي نهائيا لحجم التضحيات اللي بقدموها الأسرة والأسيرات. هدول يعني اللي عم بعطوا من عمرهم للوطن، عم بعطوا من حياتهم، من سنوات حياتهم اللي لازم يعيشوها برا، من حياة عائلاتهم كمان عم بيقدموا لهالوطن. فبالنهاية يعني لازم يكون وقضية الأسرة هي قضية عادلة كمان بالشكل الأساسي في كل المجتمعات الإنسانية، فبالتالي لازم يرتقي حجم الفعل المؤسساتي وحجم الفعل السياسي حتى كمان، يعني قرارات المستوى السياسي لازم تكون بحجم هاي التضحيات. اليوم نحكي عن شباب بعمر الورد عم بتأبدوا، فكل هاي القضايا وكل الوضع اللي بيعيشوه الأسرى والأسيرات اليوم للأسف حجم الفعاليات بطل يرتقي لمستوى التضحية. صرنا نحس إنه في تضامن خجول، ولكن يعني مش مطلوب التضامن، مطلوب المساندة أكثر من التضامن. إحنا مش عايشين بدولة تانية، ولا إحنا أهالي الأسرة من كوكب آخر. المفروض إنه يكون في هلأ شعور بالمسؤولية الأعلى اتجاه هاي القضية، بالفعل المؤثر.
سواء دوليا سواء محليا سواء عربيا حتى كمان، اللي تضل قضيه الأسرة حاضره. واليوم كمان بنحكي عن سياسات مجرمه عم تطبق بحق الأسرة والاسيرات، في عنا مقابلها سياسات تطهير عرقي، لما يكون في حدا متطرف مثل الاحتلال بده يقترح قانون بقراءاته المختلفة بإعدام الأسرى الفلسطينيين، إحنا بنواجه خطر حقيقي فعلا. الواحد بشعر بقلق إنه شو ممكن يصير للمحكومين، يعني مثلا أنا زي والدي محكوم سنوات طويلة، شو ممكن يصير كمان السنوات المقبلة بحق هاي القضية؟ بتصور إنه اليوم الوضع بتطلب جدية أعلى من السنوات الماضية، وإنه يبطل الإشي خجول في المشاركة. يعني أنا بتصور البيت الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني، كل بيت تقريبا فيه حدا إما اعتقل سابقا أو هو حاليا معتقل أو معتقلة داخل سجون الاحتلال. كمان عائلات الأسرى لازم نكون أكثر حضورا في كمان بعرف أنه تعبنا، وبعرف أنه وصلنا لمرحلة أرهقنا واستنزفنا، ولكن يعني صاحب الحق دائما هو بيكون الأصوب وهو بيكون الصوت الأعلى. فبالتالي كمان مطلوب منا كمان نكون أكثر فاعلية في كيف يعني مش نشتغل للقضايا، على الأقل يكون صوت أبنائنا وأبائنا وأزواجنا أعلى من هيك بهذا اليوم وبالأيام الثانية طبعا كمان. نعم سيدة صمود سعدات، ابنة الأسير أحمد سعدات وزوجة الأسير عاصم الكعبي، بالتأكيد نتمنى لهما الفرج القريب ولجميع الأسرى، ونشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن. شكرا جزيلا.